نبدا اول اخبارنا، وطبعا الخبر الاهم هو عن ان الاهلي بيستأنف تدريباته اليوم، ده استعدادا لمباراه القمه امام الزمالك اللي هتكون السبت المقبل باذن الله في مسابقه الدوري. ريني فايلر المدير الفني للفريق منح اللعيبه امبارح راحه بعد مباراه اسوان اللي فاز فيها الاهلي زي ما كلنا تابعنا 3-0 بعد اداء صراحه كان جيد من الفريقين ومتميز جدا للمارد الاحمر. كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي قال ان احمد الشيخ وجيرالدو بيخضعوا حاليا لفحوصات طبيه قبل انطلاق تمرين الفريق عشان يتاكدوا من جاهزيه الاثنين لاعبين بعد ما الثنائي اشتكى من الاصابه خلال مباراه اسوان. الشيخ كان اشتكى من اصابه في كاحل القدم، بينما اشتكى جيرالدو من الام في العضله الخلفيه. الفحص الطبي هو اللي هيحدد فرص الثنائي في ان هم يشاركوا في التمرين او ما يشاركوش. طبعا بنقول لهم الف سلامه عليكم، وان شاء الله كل الفحوصات الطبيه تثبت سلامتكم، وما تغيبوش عن الفريق الفتره الجايه لانها بالفعل هتكون مليانه بمباريات مهمه وحاسمه. احنا معانا خبر تاني بصراحه عن الاصابات، وهنا بقى عن الاصابات اللي تعرض لها الفريق في مباراه اسوان، وهو اصابه تحديدا كابتن محمود متولي اللي كان عنده قطع في الرباط الصليبي وهيخضع لجراحه اليوم بعد ان اجرى العديد من الفحوصات الطبيه عشان يتاكد من الاصابه. طبعا احنا عارفين ان الاصابه دي بتستغرق يعني فتره طويله في علاجها، تقريبا 6 شهور، فيعني ان شاء الله الف سلامه عليك كابتن محمود، وكلنا في انتظار عودتك مره تانيه للملاعب بخير باذن الله.